وأنا أقرأ في أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم انبهرت بدور أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في رحلة الهجرة. كانت رضي الله عنها حامل في الشهر الثامن رضي الله عنها، وهي حامل في الشهر الثامن كان لها دور عظيم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هي التي تجهز الطعام، ومعها أختها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت صغيرة لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبني بها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تجهز الطعام أسماء بنت أبي بكر، هي حامل في الشهر الثامن، وقطعت نطاقها، شقته نصفين. النطاق حزام عريض كان يربط على الوسط، شقته نصفين لتربط يعني هذه القطعة من القماش التي وضع فيها الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، وهي حامل في الشهر الثامن تطلع بالليل يعني تتحمل هذه الصعاب حتى تصل إلى يعني جبل ثور، إلى الغار الذي يختبئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر، تعطيه الطعام وتخبره بالأخبار الهامة التي تعين النبي صلى الله عليه وسلم على رسم خطة الهجرة. وهي حامل في الشهر الثامن يأتيها جدها أبو قحافة، وكان على الشرك، فيقول لها إن أباك قد فجعك بماله وخرج مع صاحبه، فتقول لا يا أبتي، تقول لجدها لا يا أبتي، فتأتي بيعني كيس من القماش تضع فيه بعض الحصى وتهزه في يدها، وفي رواية تجعل جدها الأعمى يمسه بيده على أنه يعني شيء من المال، فيقول لها إن ترك لكم هذا فهو خير. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في رحلة الهجرة، أؤكد، وهي حامل في شهرها الثامن، يأتيها أبو جهل عليه لعنة الله ليعرف أين رسول الله وأين صاحبه أبو بكر، فلا تجيبه وتستر عليهما لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لحفظ الإسلام، لحفظ الرسالة، لحفظ الدعوة، فيضربها أبو جهل ضربة شديدة على وجهها، الحلق يطير من ودنها يقع في الأرض، وتسيل الدماء يعني على وجه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. أؤكد، وهي حامل في شهرها الثامن وتستر على النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ دعوة الإسلام. هذه المرأة العظيمة صاحبة الدور العظيم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجت لنا حينما دخلت المدينة في الهجرة، ولدت أول مولود من المهاجرين يولد في المدينة بعد الهجرة، عبد الله بن الزبير. هي الأم دي اللي ربت الطفل الصغير الذي أصبح نجما في سماء الإسلام، عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه وأمه. إحنا في زمننا نفسنا في أسماء بنت أبي بكر جديدة تحمل هم هذا الدين، تربي أبناءها. فين الأم اللي ربت الإمام البخاري الذي نشأ يتيما؟ فين الأم التي ربت الإمام الشافعي الذي نشأ يتيما؟ فين الأم التي عاشت في الرفاهية وأخرجت لنا محمد الفاتح ابن السلطان الذي يتربى في الرغد، ولكنه غرست في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن وراء البحر بلادا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأصبح هو فاتح القسطنطينية ولقب بمحمد الفاتح. فين الأم المسلمة؟ الأمة الإسلامية الآن تعاني من الأم اللي مشغولة بالتليفون عن تربية أبنائها، تعاني من يعني من الأم اللي بتخرج في الشارع متبرجة وبناتها لما بيكبروا عايزين يقلدوها. عايزين نرجع من جديد، نرجع دور الأم المسلمة، دور المرأة المسلمة. الله سبحانه وتعالى في القرآن يخبرنا عن قصة أخت موسى عليه السلام، كيف كان دورها في قصة موسى، يخبرنا في القرآن عن دور مريم كيف كان دورها في قصة عيسى، يخبرنا عن دور الفتاة التي جاءت تمشي على استحياء كيف كان دورها في قصة موسى عليه صلاة الله وسلامه. أختي في الله، عايزين نرجع من جديد، نرجع دورك في خدمة الإسلام، دورك في حجابك، في الحفاظ على زي المرأة المسلمة، على زي العفة والحياء الذي هو تاج وروعة وجمال الفتاة المسلمة. أختي المسلمة لك دور في خدمة الإسلام، لك دور في تحفيظ البنات والفتيات القرآن، لك دور في نشأة أبنائك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نستخرج من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دروسا تنفعنا في حياتنا.